دواء عجيب. نصب العمال الخيام في الغابة السعيدة، وشرعت الآلات الضخمة في قلع الأشجار، فوجدت الحيوانات نفسها تجتمع قرب قصر العسل. أبو العسل، لقد كشف بنو البشر عن أنيابهم، فبأي حق يهاجمون غابتنا؟ علينا أن نتشاور في الرد المناسب. الفيل الضخم، ما أرى حلاً إلا أن يهاجم قطيعي تلك الآلات فيحطمها، وتلك الخيام فيدمرها، ونستريح من هؤلاء الغرباء. الثعلب، إذا حطمت الفيلة الآلات، فمن يضمن لنا أنهم لن يأتون بغيرها؟ كبير الجرذان، أنا أرى أن نهجم بجيوش الجرذان وبقية القوارض، فنتلف طعامهم ونثقب خيامهم. الثعلب، مهلاً يا صديقي، هل تأمن أن ينصب لكم هؤلاء فخاخاً؟ أبو العسل، مهلاً، حافظوا على هدوئكم، سننتظر إلى الغد، سنجد الحل، لا بد أن نجد الحل. هطل المطر غزيراً فغرقت الغابة في سيول غامرة، وصارت وحلاً عطل حركة الآلات. توقف العمال عن العمل أياماً، وفي الأثناء انتشرت الحمى بين العمال، فأرسلوا إلى المدينة يطلبون المساعدة الطبية. أبو العسل، احمل من هذا العسل النادر إلى مخيم البشر، ضعه في خيامهم دون أن يروك. سيدة الحمام، ولكن. أبو العسل، من غير لكن، لابد من تقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها، انس الآن اختلافنا مع البشر إلى حين. أكل العمال من العسل، فقام الجميع في نشاط وصحة. فكر الطبيب وكان ذكيا ملما بمهنة الطب، وقال لرئيس العملة، لا بد أن يكون هذا العسل دواء عجيبا، ولا بد أن صاحبه أراد أن يساعدكم مقابل شيء لا نعلمه. الأسئلة: أولا، كيف تقبلت الحيوانات قدوم البشر إلى غابتهم؟ استخرج القرائن التي تدعم إجابتك. تقبلت الحيوانات قدوم البشر إلى غابتهم بالتشاور فيما بينهم، فوجدت الحيوانات نفسها تجتمع قرب قصر العسل. لقد كشف بنو البشر عن أنيابهم، فبأي حق يهاجمون غابتنا؟ علينا أن نتشاور في الرد المناسب. ثانيا، كيف تعامل أبو العسل مع الأزمة التي حلت ببني البشر؟ ابدي رأيك في هذا الموقف. تعامل أبو العسل مع الأزمة التي حلت ببني البشر بفطنة. إنما فعله أبو العسل غاية في الحكمة، لأنه رد السيئة حسنة. ثالثا، استغربت سيدة الحمام من موقف أبي العسل مما حل ببني البشر. ابدي رأيك في موقفها. استغراب الحمامة من موقف أبي العسل في محله، لأن ما قام به بني البشر يتحتم على الحيوانات ردة فعل مشابهة لأجل حماية غابتهم.